نبدأ رحلة موسيماني في تدريبه للنادي الأهلي، وقول لي يا عمر من خلال متابعتك الكبيرة جدا من خلال السوشيال ميديا العالمية وسائل الإعلام خارج مصر، قول لي ردود الأفعال كانت عاملة إزاي في أفريقيا وفي أوروبا يعني. لا يعني ردود الأفعال عظيمة جدا، يعني نقدر نوصفها الوصف ده، لأنه فكرة أن أنت بتخوض تجربة أو بتدي فرصة وبتمنح ثقة لمدرب من جنوب أفريقيا لأول مرة في تاريخ مصر أنه يكون في مدرب من جنسية جنوب أفريقيا، لأنه كان في إيمانويل أمونيكي في المقصة، لكن بتكلم عن النادي الأهلي برضو الوضع يكون مختلف، أنت أكيد. جايب مدرب من جنوب أفريقيا لأكبر فريق في أفريقيا. الموضوع أنا وصفتها أنها صفقة ثلاثية الأبعاد، لأنه لما تتكلم أنه الأهلي بيتعاقد مع موسيماني فهي صفقة فنيا في المقام الأول، ده بالتأكيد علشان الناس تبقى برضو الأمور واضحة. هي في النهاية المعيار التقييم كان معيار التقييم الفني اللي النادي الأهلي اعتمد عليه، أنه هو هيلبي طموحات الفريق الكورة في التوقيت ده. صحيح. ده رقم واحد. رقم اتنين البعد التسويقي والبعد الإعلامي، ما ينفعش نغفل طب ما تعالى نفرد واحدة واحدة، أنت بتتكلم على بعد ثلاثي، بتتكلم على الناحية الفنية ان هذا الرجل هو المناسب في المرحله ديت من خلال سي في، من خلال خبراته على المستوى الافريقي، من خلال كمان خبراته الكبيره على مستوى البطوله للنادي الاهلي، خلال ايام قليله هيخوض نصف النهائي. ده بالنسبه للقطاع الفني.